بسم الله الرحمن الرحيم. أنا موافق من حيث المبدأ على الفكرة، بس يمكن متفق مع الحاج مأموم في حاجات كتير. النهاردة إن إحنا لو حصلنا برضك على الألف خلية، طب ليه اللي عنده 500 ممكن يكون في دمج ما بين اتنين معاهم مثلا كل واحد 500 خلية أو مجموعات من الشباب الصغير؟ إحنا عملنا فايدة للناس. يبقى إحنا قفلناهم برضك. ما دي من النتائج. لو كان عنده 500 هيساوي يزودوا، ولو في واحد ب 500 واخوه 500 هيكون الاثنين واحد. ما احنا هنرجع نتكلم في نقطه ان احنا اللي عنده 2000 خليه لو اشتغل ب 1000 خليه، وده اللي واضح ان السنه دي معظم النحالين اشتغلت على نص الكميه بتاعتها، تمام، هيقدر يصرف عليها في ظل غلو الاسعار اللي هو بالنسبه للسكر وبالنسبه بردك اذا كان. ما احنا جايبين الراجل ده ليه؟ احنا لسه هنقول لهم على المفاجاه بقى. خلاص هو عشان ياكل عيش بردك، البنك ياكل عيش. الراجل ده جاي يقول لهم خدوا فلوس اهي ب 5% وادوهالي بعد سنه، عايزين ايه تاني؟ الحاجة التانية ان احنا ليه ما بن دايما يا حاج ابراهيم، احنا ليه ما بنفكرش الا ما بتواجهنا ازمة؟ يعني الفكرة دي المفروض كانت تكون موجودة من زمان، انما طول ما كنا شغالين النهاردة احنا كلنا فكرنا يعني كشركات وغيره على اساس ان سعر صفيحة العسل السنة دي زاد يعني ما يقرب من 100% بالنسبة عن السنة اللي فاتت. ليه ما فكرناش احنا من بدري في الفكره دي؟ احنا بنفكر دلوقتي عشان احنا حسينا ان واجهنا ازمه، الازمه اللي موجوده لازم نفكر فيها. النقطه الثانيه عايزه برضك، يمكن ما قلنا هنقعد مع بعض، الاليه ازاي ان الكل يلتزم. يعني انا النهارده عندي الالف خليه ومعاكم في المجموعه، وجالي واحد قال لي والله انا هاخد العسل بتاعك بزياده 30 جنيه او 40 جنيه في الصفيحه، هل النحال اللي موجود معانا هيلتزم؟ لان انا ما قدم الرابطه اللي احنا بنعملها ما قدمتلوش حاجه، يعني قدمت له مثلا سكر او قدمنا له تمويل عشان يقدر يشتغل عشان يلتزم بالكلام ده معانا، فدي برضك عايزه ان احنا نحطها في الحساب. اتفضل. اولا في سعر بيطلع في السوق بناء عليه الناس بتشتغل، صح ولا لا؟ فالناس بتبقى قاعده متركبه السعر يطلع، فالسعر طلع 40 جنيه مثلا، فيجي واحد يقول لك لا 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 مش بايع، هبيع ب 42 43 هو جايز. واحد تاني وقفت معاه ومش عارف يبيع ب 40 فيضطر ينزل جنيه ولا جنيه. هو ده طريقه التسعير، مش تسعيره جبريه، لا، هم هيقولوا بدايه السعر. بدايه الايه؟ السعر. السعر. قالوا الكيلو ب 100 جنيه، السوق طلع وصل ل 130 غير الورق. انت فاهمني ولا ايه؟ يعني احنا هنحدد البدايه بس، البدايه بس، بس هي ديت، هو مش هيسعروا جبريا. وبعدين هنيجي نقول برضك والله يا جماعه احنا شايفين ان الطرد ده بدايه التسعير بتاعه 300 جنيه مثلا، مش معناها ان هو 300 جنيه، ممكن يوصل 500، ممكن يوصل 600، ما يقلش يعني عن كده، ما يقلش. يعني انت حطيت لنفسك حد ادنى اللي هو بناء عليه يغطي ايه؟ يغطي المصاريف ويحافظ على المهنه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. عايز تقول ايه؟ انا كنت عايز اقول بس بالنسبه للنحل دي مشكله كبيره. النحل ده انا ممكن اكون عايز اطلع النحل، يعني مش لاقي حد. فبروح للاستاذ فؤاد نبض، استاذ فؤاد الارض اللي قصده تعالى خد النحل، مظبوط؟ مش ده بيحصل؟ اه. طيب هقول لك بقى كده، والله ما هو ده مش اللي هقول لك. اول ما اقول لك اصلا هو هيبقى عرض وطلب النحل ده. استاذ بس عرض وطلب لا يمكن النحال هيقدر يحدد سعره. استاذ حضرتك، استاذ حضرتك ردا على انا راجل نحات بتعامل في منتجي مع الحاج ابراهيم مع الحاج فضل. النهارده حضرتك ما تفضلت وقلت هيجي لي واحد زي الحاج عبوده هيقول لي بديك في الصفحه 20 جنيه زياده، انا مش هديله. العمليه دي فشلت مع الامتنان، لان انا متعود بمعاملتي مع الحاج ابراهيم وعرفني انا زبون عنده، والحاج ابراهيم يا باشا، الحاج ابراهيم ده بقى الرابطه اللي هو بادره انطلاقه هذا المشروع او منتجات نحليه بما قيمته 50000 جنيه. حاج فؤاد يبعت لي كذا، بيبعت لي حاج ابراهيم يبعت لي كذا ب 10، مش هتتزنق. يبقى انا مش حدي اللي هيديني في الصفيحه 20 جنيه واسيب الراجل اللي بيمولني في الزنقه في وقت احتياجي، لان انا شغال من شغل استثنائي، انا دي مهنتي وشغال دايم على طول. فعمر النحال ما هيفرح ب 20 او ب 30 جنيه زياده، هرد على حضرتك. هو النحال في النهايه، النحاله اللي موجودين في النهايه كل واحد بالنسبه للنقطه اللي حضرتك بتقول عليها، مش كل النحاله او كل الناس عندها مبدا بتاعته. النهارده
النحال هيقول انا خدت من الحاج ابراهيم بضاعه او خدت من الحاج مأمون بضاعه وهلتزم. احنا ما جربناها في الطرود قبل كده وجربناها في العسل. بيجي يقول لك الطرد مثلا بيقولوا 300 جنيه، يجي النحال اللي عليه لك فلوس يقول لك معلش والله انا جالي 320، مع ان الطرد ب 300. انت مضطر عشان تاخد فلوسك انك تروح تاخد منه ب 320، ويمكن الاستاذ عبد الرحيم عارف الحاجات دي كمان، بتاخد منه ب 320 جنيه. انت بتاخد ب 320 او بزياده او ب 310 عشان تاخد فلوسك اللي عنده، تمام؟ لان في حته التسديد دي بتبقى صعبه شويه. حته ان تجرب تدي النحال بضاعه على الموسم، العمليه دي مع معظم النحالين عمليه فاشله. انت قلت حاجه وريتك يا جماعه، لا مفيش كلام، اصبح في حاجه اسمها الاتحاد، تمام؟ تاخد بالك هيديك فلوس اه، بس مش شرط ياخدها عسل ولا شرط ياخدها طرق، هو عايز فلوسه بزياده 5% فقط لا غير. فاهمنا ولا ايه؟ دي تعمل لها اليه بقى بضمان حق الاتحاد. تقول لي انا مش هديله عشان خاطر، لا 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 هو مش طرف، هو مش طرف، هو شخصيه اعتباريه. انت فاهمنا ولا ايه؟ هنبدل الحاج ابراهيم والحاج فؤاد والحاج مش عارف ايه بكيان اخر اعتباري ملك للناس دي، وممكن يتعمل تعاوني. يعني هو ممكن الاتحاد ده يقبل مبالغ للاستثمار في ايدينا، ده قانون في الجامعات التعاونيه موجود. طب ما هو ممكن بدل يدخل فلوس استثمار، فاهمنا ولا ايه؟ وياخدها بفايده في النهايه اللي هي بتعتبر زي اللي بيسموها الفايده التعاونيه. طب ما كنا اشتغلنا بدل ما نعمل الاتحاد الجديد اشتغلنا من خلال الجمعيه التعاونيه. ما اللي هي اللي ما دي بقى، بس دول على مستوى الجمهوريه يعتبروا مش تبع الغربيه وبس، دول تبع الجمهوريه كلها. انت فاهمنا ولا ايه؟ وهم دول اللي هيظبطوا الامور. بعد كده الاتحاد ده هيبقى على مستوى الجمهوريه، مش الغربيه برضه اللي هتتحكم فيه، ولا اللي اسسه او اللي صاحب الفكره له دعوه بيه، لا احنا هنمشي وهنموت والاتحاد هيفضل. بكره يبقى مين المسؤول عنه؟ فلان، بعده فلان، بعده فلان. فهمنا ولا ايه؟ مش فلان واحد، لا ده مجلس اداره منتخب. انا عايز اقول يا جماعه احنا بننقل العمل بتاعنا الى عمل مؤسسي. عمل مؤسسي ما يبقاش فلان وفلان وفلان، لا يبقى الاتحاد. انت فاهمنا ولا ايه؟ تمام، عشان احنا عايزين نحافظ، لان يمكن الدكتور محمد بيتكلم ان احنا عندنا من 17 ل 25 شباب كتير، الشباب كتير ده مش قادر يسدد اللي عليه النهارده، وشباب كتير ساب. يعني في ناس باعت النحل وبيسوق توك توك النهارده، لا توك توك اكسب انه يبقى عنده منحل، وده حاجه بتزعلنا كلنا، ان احنا عايزين ندخل شباب جديد لكن النهارده الشباب مش قادر يواصل. واحد زي الحاج عبوده او الناس اللي موجوده بيواصل لان هي دي شغلته او هي دي مهنته، ما عندوش دخل تاني. كل الناس التانية اللي مش قادر يواصل النهارده بيسيب المهنه. مش هنعقب على حكايه قول الهوا راح دلوقتي. مش هنعقب على الهوا، احنا حصل في ازمه الفروه، اصبر في ازمه الفروه كانت الوزارات وزاره الزراعه عامله مناحي، والتضامن عامله مناحي، والمحافظه كانت عامله مناحي، والوزاره ومدارس الزراعه عامله مناحي. كل ده مات. انت فاهمنا ولا ايه؟ كل ده مات. ودول ناس كانوا مش افراد، ده دول كانوا يتبعوا وزارات. انت فاهمنا ولا ايه؟ طبيعه النحل كده. بس السنه اللي بعدها ايه اللي حصل؟ اتعمر كله. انت فاهمنا ولا ايه؟ هو النحل كده. اولا هو انا رايح بقول بس حته للنحال، النحال المغرب كسبان. من بعد ايه؟ من النهارده ما بقولش من شهرين، بقول من النهارده لحد كده انا احسبها له الفلاح. النهارده كانت كانت السوق السنه اللي فاتت بكام؟ ب 14 جنيه. كان صفحه العسل ب 650 صح؟ النهارده العسل بقى بكام؟ ب 24. السكر ب 24. النهارده صفحه ب 1400. قصدي لو اشتغل النحال من سنتين بخسر. ليه يا راجل؟ من سنتين بخسر. من سنتين وهي خسران. من سنتين النحل بيخسر. من سنتين والنحال بيخسر. ماشي يخسر بقى. احنا عاملين الكلام ده ليه؟ عشان على العموم انا موافق. لا انا اتكلمت، ما هو يعني يمكن الحوار ده اللي انا عايز اقوله طلعته من الناس. يعني بعد اسمك على طول السنه كلها بالكامل 12 شهر احسبهم يبقى هيجيب لو جاب 5 كيلو هيغطي. بعد اذنك اتفضل يا دكتور. اتفضل. احنا دلوقتي التجمع عشان النقط الاساسيه للحوار في عمليات ازاي الناس تتجمع مع بعضها.
تمام. كل واحد بيقول نقطه بتتقال بطريقه او اخرى ويبقى فيها تعليقات، لان احنا جايين دلوقتي يعني كل واحد طبعا كلكم نحامين وكل واحد عنده مشاكله. احنا دلوقتي بنقول ايه النقط الاساسيه ايه؟ 1 2 3 4 في اتفاق مبدئي على ان يتعمل في تجمع ولا لا، دي اول نقطه. النقطه الثانيه شكله ايه ويتعامل مع مين ويتعامل ازاي، دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه فائده الناس ايه لما تيجي تقرب منه. النقطه احنا النهارده ان احنا نتكلم في النقط دي محددين، وبعد كده تنظيم للحوار، وبعد كل واحد فيه سمع الحوار وعنده حاجه بيقدر يكتبها عشان ما ينساهاش، وبعدين في الاخر خالص نتجمع الكلام ده كله. يبقى لما يكون بقى في جلسه حواريه يبقى كل واحد مننا عارف ان هو هيجي الصبح ويمشي بعد العشاء، ما تفرقش بقى لان جايين نتكلم مع بعض. انما دلوقتي مؤاخذه عشان الحوار. شكرا شكرا.